آخ، المسيح قام، حقا قام. إن لم تعودوا كالأطفال، مش تكونوا كالأطفال. هي البراءة والطهارة، ما تطلع لا بأمه ولا ببي ولا شرب. هالطاقة فينا كلنا، لجسدك عليك حق. هلأ زمن التوحيد، العلم عم يحكي، العلم عم بيقول الرجل رجل والمرأة مرأة، من آدم وحواء لليوم، من حرب إلى حرب أكبر، إلى حزب أكبر. لا تحدي لي نتوحد، يجمعنا الجامع، يجمعنا الوجع والألم والجوع. تعلمت الأدب من قليل الأدب، أنا معكم مش منكم. دعوا بالخير وبالشر، لأنه الشر بيعلمنا. كل كلمة باللغة العربية إلى ألف معنى ومعنى. هلأ الزمن من تحت الطاولة، مش علنا. 10 نصايح بدي أعطيكم. أول نصيحة، سكت تمنا. 9، كيف ما عمل حق شيطان أخلص. هيدا مريض، هيدا جوعان، هيدا عريان، هيدا هيك، ما تعطوا مال. أنا وقت رجعت من أمريكا أعطيت أموال كثيرة للكل. كلهم هلا ما بستقبل حدا بالبيت ابدا، كله اونلاين واون داين. سؤالات العرب ما فيني لكم، كلنا ضحيه الجهل يا اخوتي، والانسان عدو ما يجهل. ما تكون ضحيه، بي افيكتم نوت افيكتور. هيك عم بتصير هلا الزمن، كون انت المتمرد والمارد. بس تغير نفسك، من عرف نفسه عرف ربه، عرف العالم وغير العالم. بكتاب خير جليس، وبنت مثل ما بتفكر. الفكرة هي الفطرة، والفطرة خطرة. ما حدا بده السلام، كله شيلوا مريم عن التلفزيون. أنا مش على التلفزيون اللي زمان، أوقات كتير نفس الثياب. من يومين كنت لابسة ثياب، المرأة عمرها هلأ 182 سنة، من 50 سنة خدت هالثياب منها، من البدو. فإذا بدنا نعيش مع البدو، من البداية وما في نهاية، لا منخلق ولا منموت. مشان هيك بدي أبقى بالأم العربية. ما بعرف ليش عندي حب هيك، أمي وبي ماتوا هون يعني جسدياً. نكون بالأمة العربية ونقول للعرب وللعالم، نحن عرب، نحكي عربي، بس ما عنا إرهاب ولا ترهيب، ولا منفرض حالنا على غيرنا. كل واحد بتطلع بعيونه بشوف مريم نور. أنت مرية لإلي، أنا أنا، نحن نحن، واو واو، مين مين، دعد دعد. عشان هيك كل هالسياسة اللي عم بتشوفوها اليوم بلبنان، هيدا سني، هيدا شيعي، هيدا كاثوليك، هيدا بروتستانتي، هيدا انا بدي اكون وغير لبنان، وانا لا. انسان عدو ما يجهل. انت خيي وانت اختي وانت انا ونحن. كل هالاستكبار وهالغرور وصلنا مطرح ما وصلنا. حول العالم هلا الكره الارضيه كلها عم بتموت. رقم 45 حكي عنه أنطونس عالي. في اسرار كثير كبيره بالكوفه، في أسرار كتير بلاد الشام واليمن، وفي سر كتير كبير في منطقة اسمها الخنشارة، حكي عن أنطونس عالي. أنا رح كون بشوف، طوف وشوف، شوفي بشوف. الطواف هو اللي وصلنا إلى الألطاف اللطيفية. هالطفل هالجنين يلي يعني له رحمة ورحمة ورحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شو هالتواضع، شو هاللطف. عشان هيك عنا بيت الله وعنا بيت الإنسان. نتمنى يكون في بيت النور، سورة النور، يكون كل كتب مريم نور صدقة، مش مريم اللي عم تكتب. اليوم ما فيني أقول لكم شو تعذبت، إيدي عم يرشفوا، لأنه يا تيتا اللي عم بتعلمني شو أكتب عمرها 6 سنين، وأنا عم برجف لأنه الله عم يحكي من خيالة سيولة من الكويت، هي كوتيج. نعم، كلنا هاي رئيس الجمهورية عنا، ما فيني إلكن بيو. يا حبيب قلبي على بيا يا ميشيل عون، كان يحط أكل، أنا فيني اشتري ما بيكم.
ما فيك بتروح تطير، حتى اكل حبيبه من جميع الانواع. وانا اشتغل كلنا صدقه الكافيهات المريجه، كلنا مين بيحمي الكنيس بالمريجه؟ الشيخ خوري طعمي جائع ولا تبني جامع يا حبيب قلبي. مين اللي قال لك؟ الله. نهاجر زم زم زم. العلم كله عم بيحكي هلأ عن العلم، عم بيحكي عن زمزم، عم بيحكي عن العرب، عم بيحكي من 300 سنة العربين، إن تاج محل وغيرهم وغيرهم. كلنا عنا هالعلم وهالفهم. بدي أفهم، بدي أتعلم. اقرأ أيها العربي، نقرأ وما بنفهم، وإذا فهمنا ما بنعرف نوصلها، إذا وصلناها بنوصلها غلط، ترجع لنا غلط أكبر. إذا نتعلم من الألم، نتعلم من السلاح. السلام عليكم أقوى من السلاح عليكم. الكذبة ما بتضاين، بتموت بلحظتها، لو ضلت مليون سنة بهاللحظة ديتا ما عنا إلا نفس. بنخلق بنتنفس، ونحن وعم نرجع البيت بنتنفس نفس نفس. يا أيتها النفس المطمئنة عودي إلى ربك. بدنا نرجع البيت، بيتنا مش على الطريق، مش على الشارع، مش على الرصيف. بس أنا ضعيفة، بدي جماعة، بدي جار، جار للجار لو جار. نحن هيك اثنين، منصور ومريم، ومنصور مسؤول عن مكتبة مهمة، وكتب مريم كله صدقة مش للبيع. كلهم بيقولوا له لصاحب المحطة تحسين خيار، هيدا أخي وابني بالروح، هاي المحطة لبيه مش لإله. كان من جماعة أبو بكر الصديق بيو، مع هالجماعة كلنا كنا مع الجماعة. جمعنا الجوع وجمعنا الفزع والخوف. شوفوا شوف شوفي بالخوف، من غار حراء إلى غار الدور. الحبيب هو طلع، هلا ما بقى يقولوا مهمل، يقولوا حبيب، حبيب قلبي تحت الـ14 تهتم فيهم كلنا. في منهم بيحكوا أرمنة، نعم عم بيرجعوا الأرمن على إيران. قال له أنا بإيران أرمنة، بأمريكا أمريكاني، ما بدي يكون أمريكاني وما بدي باسبور. كلنا رح نمشي بالأمة العربية بدون ورقة، بدون باسبور. كلنا أخوة بالروح، كلنا. السلام عليكم وعليكم السلام. 11-3-11 العلم بكتاب معين الدين الشسر صوته أهل الذكر والصلاة. يا حبيب قلب، إذا وسائل إعلامنا حطوا هالعلم، مش مثل ما عم نشوف بيقولوا لي بيبعثوا لي، ما بتطلع شو برامجنا، برمجين كلنا. اليوم هذا الكتاب اللي عم بكتبه إيدي عم بيرشفوا، بس معلش فيكم تقروا هيك. ما بعرف شو سميته الكتاب، قلت لها شو بدك سميه؟ قالت لي يا تيتا بس يخلق الكتاب هو بيجيب اسمه معه. عمرها 8 شهور، اما بتحط لها مصاصه، قالت لي بتحكي لغات غريبه عجيبه، وبتعلم خيها على الموبايل كيف نعم يحكي مع المجرات الكونيه كلها. هلا في جسمهين كتير، وفي ناس حتى بالاردن. انا باعتمادك يا ربي نهر الاردن، بحبهم بالاردن. ما فيني قلكم، بحس حالي بالبيت، نفس اللغه الكلام ادواره، هيك بحس عم بحكوا لبناني. يعني لب الله، لبنان قلب الله. بدنا نكون، بدي يكون بهالام العربيه. قال له لا تخاف انا معك وفيك، فهذا يكفيك. هذه همسة الخالق يا تيتا في قلب المخلوق. هيدا الكتاب هلا ايدي بيرشفوا، بس انتو فيكن تقروا. كن عظيما ودودا قبل ان تصبح عظاما ودودا. ايامنا معدودة، يعني دودة. هلا ارتاح وتنفس، الحياة نفس ونفس. نعم اختار انت خيارك، خليفة بدك تكون او جيفة. إنت قل لي ماذا تأكل، أقول لك من أنت، قل لي من تعاشر، أقول لك. هلا العلم علمان، أبدان وأديان، والرضا والتسليم نهاية العلم والتعليم. كلنا بدنا نطلب أي طلب، اللب المطلوب من قلب المحب المحبوب. اللب لا يولد ولا يموت،
وعرش الله الساكن بكل كائن. كلمة رجال رجال والمرأة مرأة، شر لابد منها. كلمة شر يا حبيب أنا مش حلوة. بسورة الكهف أنت أشطر مني في القرآن الكريم. أنا هيك بمسح إيدي على القرآن الكريم بحطه على وجهي وبني، أوقات على اليمين أوقات على اليسار، وهيك بس أحلى شيء نم على ظهري بحط الراحة تحت إجري. أرحنا يا بلاد بعد ما حفاة عراة نتطور في البنيان، أبراج وأبراج وبنيات وميل على المول. قديما كان البيت حد الكنيسة حد الدكان، كلنا كنا نروح على سيدة خلد. أنت مسلم ومرتك ما عم تحبك وتطلب إنه يجيكم طفل بتسميه شاربيل، ما كنا نعرف مسلم مسيحي. إنسان قرآن فرقان سمعان عدنان، ما في فرق أبدا، فرق تسد. نحن إنسان وعلم آدم الأسماء وحواء نيناتو. هلأ بدنا يلتقى الذاكر مع الذكر أبعد من الفكر والكفر والإلحاد. بدنا يكون نحن كلنا بعاد عن الجسد. نعم كيف بدنا نفهم؟ ما بعرف. لازم نعرف إنه ما بنعرف شيء، وما أوتيت من العلم إلا قليل قليل. عم تسكر المدارس برا، قال له أنا بروح على المدرسة بدي ألعب مع أصحابي، ما خلص اليوم ما بدنا نرجع بكره. كل هالمطبات والمكبات بدنا نشيلهم، كل هالبريسز يا حبيبتي سامحينا سامحينا. هولدا كلارك ببيته لمحمد كيلاني، هي أمه بالروح، بتلنيها عمرها 88 سنة وعميدة جامعة كبيرة بكندا. قالوا لها عم تنشري الإسلام، ما بتعرف شو الإسلام، الإسلام هو الفطرة، لا شو بتحطي خمس حدود؟ ليش الإسلام شو بيعني؟ في خمس حدود وخمس ألوان. بسوريا بقول شلونك؟ نعم أصفر بشي للأحمر هو بهاللحظة بلا ما لك خيال. أرحنا يا بلال ترمي الظهر العصر يا حبيب قلبي. هلا ما بقى يحطوا ايدهم على عينهم يا تيتا ويقول ماي نيم از الي، نو مش الي فريد. هلا تحت السبع سنين بعد شوي، بس فوق السبعه كله بده يحكي عربي. عملنا لغه ما مش الحال، اللغه العربيه هي اللي راح تكون، ما بقى لغه نركبها تركيب. نعم كلنا الحقيقه اللي عم بتقول لا يغير الله ما بقوم حتى بغير نفسي بالاول. نحن لازم نغير القانون يا خي، ما بدي غير القانون، النصوص أهم من النفوس والقانون أهم من الإنسان. قانون ثابت ما بيتغير، بدي غير الإنسان. كل هالبريسز اللي عم نحطها، كل هالأكل الصوص بعد ساعتين بصير خروف. النهار الأحد أبونا بالكنيسة يسألني بدي لحمة، يا جماعة الجي معزاي وحدة تاكل من راس الطربو، معزاي لكل الضيعة، ما حدا بيضيع بالضيعة، كله مساعد بعض. هلا زمن المصلحة أو المصالحة؟ نعم. أجيت وحدة لعند الضابط وعلت له بدي أقول لك أنا مقهورة وتعبانة كثير. قال لها شو بكي؟ قالت له في هذا الرجال هون عم بيعذبني. قال لها أنا إلي ساعات واقفة هون هذا الرجال ما تطلع فيكي، لشو عم تقولي هيك؟ قالت له بس هيدا عذاب بالنسبة لي. واحد هيك مرة عنده إحساس وعنده حدس وعنده شعور. الرجال هو لأنه بغار من المرأة عمل حاله هو قبضاي وبطل، وهو اللي بيحكم العالم، وهو اللي بيشرب سيجار بألف دولار، وهو هيك وهو هيك. مصدق هاي الكذبة عمرها ألوف وألوف وملايين من السنين. الحق ورقة التوت. نعم نحن لازم نرجع، نحن أنا نحن أو نحن أنا جبل يا حبيب قلبي. بيت الإنسان إذاعة وتلفزيون، وهيك بيت النور إذاعة وتلفزيون. هلا على كف إيده كلنا، كل واحد منا يسأل حاله أنت شو بدك، أنت شو عايز، أنت شو بتحب. أنت اسأل حالك يا حبيب قلبي. أنا كلنا أجمل سرقة هي سرقة القلوب، كيف بدي أسرقها؟ وطيبة الأخلاق يا حبيبي يا حبيبي. نعم فكروا قد ما فيكم بالله، تعرفوا إنه الحياة
مساكم على نور، كلنا رايحين وراجعين. كل من تكون فاليوم تمشي وغدا مدفون، غصنا. فإذا مازال الموت هو حقيقة تيتر، خلاص قد ما فيكم. في واحد طبيب سوري اسمه سهيل نجار، خلق بدمشق ودرس بعدة مدارس كبيرة. سهيل نجار عرف انه طب منه بالأدوية، هو بالنوايا. تحشموا كل العلماء، انت عربي وهيك عم تحكي؟ قال له انا مش عربي. من 300 سنة مين بني تاج محل؟ انا تعرفت على اهم العلماء، نعم، واهم المجرمين. منين تعلمت الادب؟ من قليل الادب. دعولهم بالخير بس لا تكونوا معهم ولا تساعدوهم ماديا معهم، هيدا مال القوم. كلنا بنقعد على طاولة الله. هاي المائدة، سورة المائدة، سورة النور. جيت العنكبوت تيتا وخيمي على أقوى المخلوقات يا حبيب قلبي. نعم، هلا الأطباء بأمريكا والعلماء دار منهم عم يشكوا عن الإسلام. نعم، شوفي بدماغها brain on fire. قالوا هيدا بالنوايا كله، هيدي سوريا الحقيقية. كلمة سوريا منا عربية، نعم، عبرية، أرامية، لغة المسيح. هلا بالكوفة في أسرار كثيرة ولكن ما حدا بيقدر يعرفها. هيدا سر طلبته فاطمة الزهراء، فاطمة البتول، أم أبيها. إنه ما حدا يعرف وين أبري بيعمل علي مسجد، مع حق هيك عملنا مسجد للإمام علي. طبعا كل واحد منا هيدا هو المسجد، هيدا ابن السماء زرقا والمي زرقا. وقد ما تشتت الدنيا رح يضل الملح ملح بالبحر، مي مالحة مثل الجنين ببطن أمه وتيتا، مي مالحة. 70% جسمنا مي، 70% الأرض مي، أنتم ملح الأرض. إذا فسد الملح بشو بدنا نملح؟ والمسيح قال ده، نعم، تحافوا. وهيدي الحبيب اخلعني عالك لتراني، يعني أعمالك. شو عملت مريم لمريم اليوم؟ شو عملت مريم لأم الأرض وعمتي النخل ذكر أنثى؟ شو عملت لحسن الخاتمة؟ ما حدا بيحبني إلا جسمي معي على القبر، بس شو عملت لهالجسد؟ الجسد ساجد مع السجود للواحد الأحد، هذا هو المعبود. من مرفوض بس أنا، هل أنا الكونية اللي فيه وفيه؟ عم نفتش على المفقود ولا لا؟ نعم، كلنا. الفساد عم الأرض والعبيد والعباد، بس ما بيضايق. الكذبة بتموت بلحظتها يا أخوتي. يا حبيب قلبي أنا، قال في تلميذ سأل المعلم، قال أعطيني نصيحة قبل ما تروح. قال له قول كلمة بتضل معي تنفعني كل حياتي. قال له المعلم، كن رجلا ولا تتبع خطواتي. ما تمشي ورا حدا أبدا، لا قدامه ولا خلفه ولا على اليمين ولا على اليسار، لا تعطي سرك لحدا. كانوا شفافنا من زمان رق الفنجان، هلا الشفاف يا لطيف جبت يكرموا الأطباء، صرتوا تعرفوها. وكلنا كرموا طبيب القلب، حطوا صورته على قلب، بعدين كرموا طبيب، نعم، البوسيف، حطوا على طهير. بعدين بدهم يكرموا طبيب النساء، هرب طبيب النساء دغري، قام راح وعم يتضحك. كلنا خلقنا عم نبكي ونموت عم نضحك. لو ليش عم تضحك ولا انت عم تموت؟ بدهم يحبوا بدهم يستقبلوا. يا حبيب قلبي، كلنا عنا ام العبد وابو العبد وابو الصيف وابو الطيف، نكد حياة بلا نكد، نكد كلنا. نعم، كلنا رح نكون نحكي عربي انجليزي. كل الوقت بتشوفوا انه الولاد ما بدهم المدرسه، معهم حق.
شو بتعلم ده معلمة، شو بتعلم فلان، شو بتعلم فلان. تعرفوا يعني أهم طبيب بالعالم اليوم يلي المعلمة ما كده تحبه. بعدين طلبوا منه كلهم إنه لا شيء لهيك كسلي، عرفي إنه ميت أمه السرطان ما عادر يقدر يدرس وهيك، واعتبت نفسه وصارت تحبه وتعلمه، طلع الأول بالمدرسة والأول بالجامعة ودرس طب السرطان والعلاج في القرآن الكريم. وهلا انت صرت مسلم كمان؟ قال لنا هذا كتاب الله، فتحوا له ابيض ما في ولا كلمه، حطوا كل الكتب اخر شيء القران الكريم فوق القران، الله عاقل فيه. ايه فاق ابيض نقي طاهر كلنا، بس نحط صدقه وزكاه الذين جاهلوا باموالهم وبانفسهم الصدقات وبالزكاه. أنا في سبيس كانت تمرق من حدي بأمريكا بأغنى شارع بهيوستن، أنا حط أكل تاكل من عندي. اللي شو الكوك بوك تبعكم؟ إلا لوك أند كوك أند ثرو ذا بوك. ما عندنا كتاب طبق تبقى أمي وأمها وستي وستك من الريحة يعرفوا، حطوا شوية نعناع، حطوا شوية حبق، في حبق وريحان، حطوا حبق وريحان. تعرفوا ليش؟ شوفوا الطبيعة، الحيوانات ما حدا بيقتل حدا، كلهم بيحبوا بعض. بس أنا بهالطابق الخامس معي هالأفرشاي صغيرة هاي، شيلها نملة صغيرة عت مدري شو بيقولوا لها، بحطها على إيدي ولا سكيني سكيني سكيني، وزتها بحطها بالزريعة بالتراب، من التراب وإلى التراب. إذا زيت نملة زيت الله، زيت الحبيب كليم الله، حبيب الله حكيم الله، بودا حكي عن لبنان وسوريا بلاد الشام واليمن، لما بدي يجي واحد يربعه لا إله إلا إلا. في ناس كثير باللغة العربية إلا إلا، يعني تأكيد تأكيد، لا إله إلا الله. الأربع زوايا فينا، الزاوية كلنا بدنا نروح. إنه في واحد هلا اثنين بتعرفوا بلد صغير بيكتب son of the bitch. قلت له المعلمة مين علموا هالكلمة؟ لو ما بيسمعها بالبيت أنا من هون منعلمون some of which. انتبهوا الكلمات اللي عم يخدوها الولاد من البيت، الأم عم بتقولها أو البيت بيخدها الولد صغير، أولا بيفهمها مثل ما هو بيحس فيها قد ما فيكم. قلت له واحد جاء لعند الطبيب انتبه، قال له ليك انت ميت مهرب يعني، بس المحروس اللي عندك كبير كتير، بدي اخده وحطه قنينة مي بكبية مي بشي هيك سبيرتو ولا شي، خلات تجي الناس وتتفرج عليه. اخده قال له لمرته ليكي بدي فرجيكي هذا، قالت له اوه ماي جاد صرخي شفارز مات. مين اللي بيعرفوا يا شفارز؟ لو ما نكتي حقيقة بركبوا علي نكال. طبعا كلهم كلمات عربي انجليزي حلوين كثير، كيف تركز عليهم جمل ما تكون جلقة. احنا عنا ابو العرب الطرابلس كان يطلع، وكانت عاصمة الارمن يطلع هيك ما يلاقي في حدا، الشيخ من وين فوق ديران فوق ارزوهي فوق اسنان فوق بنشان فوق، كان يفوت شو يعملوا بالمسجد الارمن وكلهم طواف طواف طواف. جلال الدين الرومي ساعة اللي بدنا كنا نروح جلال الدين يا حبيب قلبي. بسوريا في كتير مراكز مقدسة، تروحوا على حما تقولوا هي لبنان، بس أنا بلادية مع زينب بدي أقول يا حبيبة قلبي يا زينب محافظ وكلهم سوق الضيعة. روح نهار السبت بتجيب أكلك وتيابك وكل شيء، عملت اشياء اوروبا امريكا ما عرفوا عملوها، بعتقد يدرسوا هوني كريمات للوجه وتياب. في ناس لابسين حرير، بس اللي عنده ضمير واللي عنده حرير واللي عنده هاد هو اللي بيرتاح على السجاده وبيرتاح على الراحه وعلى المخده. مين ضميره مرتاح؟ كلنا
عشان هيك أنا يومياً إذا ما بكتب وما بقرأ ما بقدر أعمل شيء أبداً. ناس راكبين لوين عم نركض؟ هيدي حلوة كتير طلعوا فيها، ببعث لكم إياها كلكم. ما تسألوني أسئلة سخيفة أبداً، ما برد ما بجاوب، ما عندي وقت ضيعه، الوقت من ذهب. نعم، قد ما فينا كل واحد منا، أنت تكون عندك وقت وتكتب وتقرأ وكتبك وأعمالك كلها تكون صدقة. نحن نويين عاقلة من حسنك مهضومة يعني، بس إنه نحن اللي هيك بنصف النية ونام حد الحية. 99 اسمه صفة موجودة بالإنسان يا حبيبي يا حبيبي. سألوا لواحد أبونا ليش كل النسوان بيحبوه؟ قال له المسيح. قال لي شو قال لك المسيح؟ قال له حبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. قال له كيف يعني؟ فسر أنا شيخ. قال له اللي اسمه جميلة بعيت لجوجو، اللي اسمه سهام بعيت لسوسو. هلا بس نروح نعمل مرت وجر واسمه جميل جوجو. قالت له أبونا فوت فوت الشيخ منه هون. كلنا النكت حقيقة. كلمة واحد طلع على بناية، شايف وحدة هونيك بالبناية ونزل كده أبو العبد. قال له أبو العبد لا، أبو الصيف أم العبد أحسن. طلع أبو الصيف سابت فات عن نفس المرة ونزل، قال له معك حق أم العبد أحسن. كلنا عنا هل نعم نستحلي يعني استحلاي. شايف هالمرة طلعت وحده قالت له يا شيخ يا شيخ شو بدي خبرك يعني، انا بزراني وهيك 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 بدي روح شوف شي رجال وهيك فيني اطلب منك طلب. قال له تكرم عينك، ايه اكيد انبسط هيك شايفه حلوه وهيك وهيك. قال له بخلي لي ولادك ولادي عندك تم فيهم وانا بروح وبمشي. كلنا بدنا نكر خصوصي بطرابلس وبزحلة وبصيدا وثور كلهم. كان في عجقة سير سنة الستين وما ليه اللي عندهم سيارة؟ كان في مرة ناخة عم تشتري خضرة، قام واحد وحط خسة حفظته الزفاف. مشوا شباب طوى أخضر خلص مشي مشي. بعت وراه وقتها كمان شمعون كان رئيس الجمهورية وكرمه. بدي احط نكتة ذكية ومهضومة ولبقة وما نجرقها. هذا ذكي وهذا بيفهم. ما في جحي، نحن عنا جحي يعني شيء مهم كثير، وجحي مسيحي. في يوم جحي قام فتح عيادة، قال أنا بدي أفتح عيادة خاصة لإلي وكل واحد بيجي لعندي، وإذا ما بيصح بدك تدفع مصاري، إذا ما صحت أنا برد لك $20 $20 $20 بدوبله وبعتذر منه. إجا واحد قال له هيدا $20 يا زحي، أنا عندي مرض شديد كتير ما بحس بطعمي بالأكل أبدا. قال له ما عليك خلص، هلا بدي أقوي لك الطاعة تبع الزوج. قام جحي وقال له للمرضى اللي عنده أعطيني هالعلبة رقم 22. أعطيته العلبة 22. قال له شو هيدا طعمه تمرة وهيك وهيك؟ قال له ها ستاري حسنت الطعمة عندك، عادت اجت طعمة الذوق خلص حسنت الطعمة. قام غضب بدي يعمل له ضرب لعله. رجع اجى قال له ليك، قال له انا رجعت وهيدي $20، انا هلا بدي ادفع لك $20 او دينار اللي بدك اياه يا جحي. بس اي طبيب يا جحي رحت وما حدا قدر شفيني ابدا، ما بتذكر راحت الذاكره من عندي، ندري ليش بنسى. قال لا البنت اعطيني هاي العلبه 22. وقبل ما يكفي الكلمه قام وشو عمل الرجال؟ قال له لا 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 دخيلك، ما بدي هيدا الدواء زيته لان طعمته بشعه وما بطيقه. قال له جحي شفت رجعت لك ذكرتك. يعني كلنا فينا هالذكاء نقدر نحط هيك نكات ونعرف انه ما بنعرف. عرف لمن عرف انه لا يعرف شيئا. ابو العبد ربح اللوطو عنها $1,000,000 طلع مبسوط كثير. شو بده يعمل؟ بده يخبر الناس. هذا ابو العبد ماشي على الطريق
اجت سيارة وخبصتها، قال ربحت مرتين. نعم كلنا بنعرف انه نكذب ونكد في حياة نكد. نعم نكد قد ما فيك، ركز تكون ايجابي قد ما بتقدر، شيلوا هالسلبية لانه عندنا اشياء سلبية كثير كل الوقت من نق وطق ونق وطق. لا شو ما صار الحمد لله، الحمد لله عم باكل عم بشرب عم نام عم بمشي، انا حياتي بس هيدا ما عنده اجرين، انا هيك ده هيك ده هيك. كلنا بده يكون عندنا هالايجابية لانه هي اللي بتشيل كل هالاشياء. انت ختيار بقى، شوف ايديك اللي عم بيموت وما معه لا تاكل ولا شيء ابدا، بس انت ختيار وبعدك عم تمشي ومعك عصا كمان، وعصا لمن عصى. القوة منا بعيسى، القوة فينا كلنا، هالقوة حط الله بالإنسان ورفع الميزان بالإنسان، صلبه القرآن. نعم هاي الميزان، هذه قوة حط الله بالإنسان، قوة الحياة، وقال له أنا بدك تكفي هالبشرية. نعم كل هالبشرية بدك تكفيها، بدك تكون بس تفوت تكون عندك إيجابية مش تكون سلبي. رح أشوف إذا عنده بنيات وهيك وهيك ترابي كوي، ترجونا وين من التراب إلى التراب تعو. نعم قد ما في كل واحد منا، الله قريب منا كثير، بس هل أنا قريب من الله؟ الله قريب، واعتصموا بحبل الله مش بحبل عبد الله. من مول لمول، من ميت، من زمان كانت امي وامك وستي وستك الساعه 4 روز عملي قهوه، اجوا كلهم عند روز يشربوا قهوه. والبل من البرازيل، من اليمن، اذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن. نعم اليمين واليسار واحد، مين ما شفت، إذا أنا، إذا نحن، إذا خيي. نعم هو اللي خلقنا من نفس واحدة أخير، قد ما فينا كلنا بالصحراء الكويت عطشانين، هو للعطشانين العطش بيخدك عنهم، النعس بيخدك عنهم، الجوع بيخدك عن الأكل، ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. جبران خليل جبران، من يدري أفكارنا كلها ملائكة، بس هلأ شو عم نعمل؟ حطينا الشيطان وعدنا مبسوطين معه؟ لا قد ما فيكم كلكم حطوا كلام الله بقلبنا، وشو ما صار الشكر لله. الله الله قالوا وعد ام العبد بالنهار، اجى ابو العبد يفتشته، لك يا ابو العبد وعد بالنهار والنهار بينزل نزول، قال له هيدي مرتي بعرفها، دايما عكس السير عكس التيار. قد ما بتقدر كل واحد، تعرف في واحد كان اسمه العصفورية عنه، يا الله بده يغير الدوليب، راح الدوليب راح لمه، بس راحوا البراغي نط واحد عن العصفورية هم بيحطوا المجنين، قال له أنا بساعدك، قال له أنت مجنون بدك تساعدني، قال له أنا مجنون بس ماني بهدة، قال له هلأ معك 3 دولاب شيل مسمار من كل دولاب وركبه على الدولاب اللي رحت كراجت وراه وجبت، والدولاب بيمشي ب3 مسامير وبتوصل على أول محطة وبيصلح لك إياه. سيئبت هيدا الإنسان طبيب، رجع وعاش بالعصفوري. نعم وقال له غير الطعام غذاءكم دواءكم ودواءكم غذاء. تعرف واحد كان مع الحبيب وجاء لعنده إمام علي، قال له من عندي النبي جاي لعندي، أنا ب4 كلمات بشيلك من كل بني الحجاز. وتخيلها قال له شو، قال له مضغ 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 مضغ،
وشك السيف شيله. قال له ليش؟ قال له السيف بالغضب. هيدا هو إسلامنا، سجدوا كله. الفطرة خطرة ما حدا بده إياها، شي طبيعي إنه نخاتير فوق الطبيعة، نكبر ما عنده كبير ويشتري كبير. كلنا لازم تعرف إنه الجار للجار، وهذا الأكل غذائه ودوائه بحسب الموسم استوى وانطوى. جيب لي هالطبق ولا شو يعني؟ لك هذا الطبق، الطبق يعني القش. من يبس التين، التين والزيتون، تمر، بلح. فإذا المدارس كلها هلأ برا بتعلم الإسلام الحقيقي، علم الأبدان وعلم الأديان، العلم وعلمان. تشيلوا المطبات والمكبات وتحطوا لهم طبعا هالشنطة على ظهره. يا تيتا أنا ما فيني أحملها، وبيو ما في يحملها. قال لي كيف بدنا نحمله لهالولاد؟ لأنه لازم يمرض. الطبيب اللي بيعطي دواء كتير بالآخر بيعطوا مصاري، بيعطوا له تكاثر وعمل رحلة انتو معك. وقت اللي اجوا الأطباء سألوا الإسلام كيف كانت هالرحلة؟ قالوا له وين الرحلة؟ بدي ياخذ مرته؟ مرتي مرتي، ما بدي مرتي. كيف واحد بدي ياخذ مرت الجيران؟ قال له امبارح شبناك ولا قاعد على البلكونه قاعد تبوس وتنجمجق بمرتك تنجق فيها، ما بتستحي؟ نبي نفوت على الاوضه. قال له اسكت على القليل انك انت ما بتفهم، انا امبارح ما كنت بالبيت. هيدي قصص موجوده بفكرنا من اولينا، انما الاعمال بالنيات. 99 كتاب هذا اللي بين ايدي هلا يرجو. بعدين كلنا يعني بجنينة الله، هاي الحديقة تعرفوها، واحد من الأمراء أمير، الألقاب مطبية وعلم آدم الأسماء. يا حبيبي يا خالد الملك، مش الملك خالد، ربي حالك علي يا حبيب قلبي. شو هالتواضع، شو هاللطف، يوفر مي يوفر كهرباء. إذا كلنا هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نوفر ماي، بدنا نولو، بدنا ناكل قليل، ما ناكل حسب الموسم، نكون النمونة، نشغل بناتنا. اليوم نحن 3 مليون لبناني بس صرنا 17، ما بتعرف شو اللغة اللي عم يحكوا. نحن من العربية عملت الميزة، أنا بعت صحن لأمك قبل ما نحن ناكل، أمك بعت لي صحن لألي وبي من حوالي 85 سنة. نزل من دوما عشكة، قال لهم هلأ عنا سلبي دوما، بس انتو رح تقتلوا الناس والأطفال بأمراض جديدة. هلأ جاي من دوما البترول لها، قال لهم ايه، عنا مرة ام وليد ماتل 4 أولاد، يقول نجينا من الأعظام. لك ماتوا 4 أولاد عندك بالسلسل، شو نجينا من الأعظام؟ ما أشكو لحالي، اعقل وتوكل. العقل هو العدل، لكن توكل ربط الجمل. قال له وينو الجمل؟ قال له كنت تعبان، انت الله بيربطه، ربطه وتوكل على الله. اذا الله بده يفلته الله بيفلته. هلا كانت بنته فلته، صارت فلته. بناتنا عم بدرس طب، الحبيب درس طب، ما حدا ما شفي الا على النوايا، إنما الأعمال بالنيات، لكل امرئ ما نوى. شو عملت؟ شو طبخت اليوم؟ شو عزلت؟ تعزيل. اليوم كلنا مظلومين بهالجهل. عذبني بصدقك وما تريحني بكذبك. انتبهوا الانتباه، بدي انتبه، طلع قدامي، طلع خلفي، طلع ورا، طلع هيك بشوف، اجت سيارة من هون او سيارة من هون، اللي بده يخبصني. ولد عمره 3 سنين اجى لعندي هو وبي، قال لي تيتا هيدا بي بضل يخبص كتير،
بقدر بياكل شو ما بدك. لا، معك سرطان، بدك تنتبه شو عم تاكل. غذاؤنا دواؤنا، ودواؤنا غذاؤنا، ونغير النوايا. من انا جبت السرطان من تمي، كان عمري 27 سنه، عم بموت بالمستشفى. قال لي بقى انت مثل امك. امي هاي كان معها سل، وبعدين صارت تاكل شو ما كان. قال لي هلا بدك تموتي بمرض جديد. وهيك ماتت عمرها 42. قال لي انت مثل امي. واجوا ناس اعطوني كتاب ادب الحياه كمال جمله، وكان عمري 16 سنه، حط ايده على كتفي وشيل امي زيحة وطلعت مي. ما بقدر لكم شو هالسر اللي حطيته، كان المعموديه الوضوء الاكبر هو اكبر الوضوء. مش المهم تعطيني السجاده اصلي عليها. قال لها للراهبه الى دار بسوريا معلولة، وين فيني صلي؟ قالت له طهر قلبك وصلي وين ما بدك. فيني دخن انا وعم صلي؟ فيني صلي انا وعم دخن؟ نعم ولا. انت شو سألته؟ ننتبه يا اخوتي، هذا عنا انتباه ابدا. الحق علي يغير نفسي ويغير بيتي، ويكون بيت بسيط، أفقر بيت وأغنى بيت. إذا أجا الحرامي ما يقدر يسرق، مثل هي الحرامي اللي راح سرق أخذوه على المحكمة. إيه؟ لا جاي أنا هيدا أشايخ صوفي، شو جاي تعمل؟ قال له جاي يخبركم إنه هو منه حرام، هو ما سرق، أنا أعطيته. بعدين قلت له سكر البيت. قال شكراً، وسكر البيت. الحرامي سجد وقال لهم أنا لاحقه، وضل معه تمام الشيخ وهو استلم. وهلأ في ناس كتير هيك بأمريكا ما بيقبلوا، اسمعوا علي. أنا طبخت لهم، معه سكر ومعه سرطان ومعه أمراض كتير، وابن 9 سنين. قلت له للمعلم، قلت له هذا يهودي. قال لي دو وات يو نو لت ذم دو وات ذي نو، انت اللي بتعرفي اعملي وهن اللي بيعرفوا. 4 ايام صار يمشي، اختفى بيو من اغنياء نيويورك. اجا بيو عيونه حمر، قال لي البرجين اللي عندي اعطيته للفقراء بالمسيحيه بالفاتيكان والازهر، وقلت لهم هلا صرت يهودي. يهودي يهوى، شهود يهوى وهيك. قالوا له كيف؟ قال لهم انا هلا مع سيدنا ابراهيم، كتاب الله المقروء والمنزول، وابنه ما قبل الا يحمل اسم علي. بعدين علي هلا في غيره تمام يحمل اسم علي، وما بيقبل هيدا واحد انا بخطفه الا ما يسرق شي سرميه. قال له لا، بدي فوت قانونيا على الحبس. وكل المحابس والسجون بيعلم في رمضان. يا خي هلا مش رمضان، هلا مرضان. رمضان بكل لحظه، رمضان بين كل نفس ونفس. بدنا نحط السلام عليكم وعليكم السلام. قال له دخلك انتوا هالمسلمين يعني؟ فكر لي حقه انه تفهم واحد عم يشتغل عليه. قال له ايه؟ قال له هلا انا جبت لك مي شربت، جبت لك مبيد لا ما شربت. قال له انت شيخ وعندك زوجه ما هيك؟ قال له جيب مرتك، جيب مرتك. وعندك بنت منها؟ قال له بلا. قال له نكحت مرتك وجبت هالبنت، تنكح بنتك؟ قال له لا. الوين مسكين. ومن كل شيء ذكر وأنثى تباعدوا بالنكاح، احترموا الجسد، لجسدك عليك حق، نحن قوم لنأكل حقا. الوين مسكين شهود خيبر، وشهود خيبر كلها أسلمت. بس شوفوا كيف حاطين الحديد. نحن القرآن الكريم ذكر كل شيء من النملة إلى لا إله إلا الله.
فينهم 1، 2، 3، 11، 12، 13 الحقيقة الله زي ما نحن خلقت وخلق لأعرف كنزا مخفيا. أن العلوم كل العلم لا إله إلا الله رب لا 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 أنا بعرف وحدي كثير بي أنه سليم وديك وديك مع وجع بربك بلا طيب بعد نقول نا 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 وحد يجي بعجل نا 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 أنا بصحي شغل بلا زمان هذيك شغل شغل راح ترجع عظامك تهدر هي العظام يا رمي هالربع أربع زوايا حكي فيهم من صغار ورئيس الجمهورية يلي قبل نعم حافظ الأسد هو اللي جاب فيروز حتى ترتب الكنيسة وقال يا الله يا الله يا الله هذا هو الإسلام المسيح أسلم الروح واهتزت الأكوان فرحا وابتهاجا وقال الحبيب أنا ماني مسلم ثلاث مرات عشر أنا مؤمن وأنا ماني مؤمن أنا فوق الإيمان تعجب وشوف الرحمة وسعة ارحموا من في الأرض يرحمنا من في الأرض وتحت الأرض وفوق الأرض قد ما فينا ما في نفس مثل الثاني دايما هيك رددوا اللي ميت بحبوك اللي ما تخلي أمي تلقى في شارع وراء اسمه لبنان ستريت قلت له I'm going to Lebanon هيك أشار لي بإيده إنه هذا الشارع اللي وراء قلت له نو تلفزيون لبنان هيك بإيدي حركت إنه بدي أروح الطيارة قال لي what for؟ قلت له on TV television data write down tell dash a dash a vision إذا عندك الرؤية نعم for one day هيك نهار نهار شو عندك الرؤية قلت له إني نزرع المحبة yes إذا عندك الرؤية على سنة زرعي شعير إذا عندك رؤية على 10 سنين زرعي شجر إذا عندك رؤية للأبد يا مدد زرعي بشر عندهم الصمام والمدد للأبد كلمة صمامي إذا بتروح بتشوف نعم في ليبيا قال لي رح يجي بوش يشحطك يا أمنا عمر بزر في منطقة نعم حد ليبيا تشوفوا عم بيحكوا عربي ما بتصدقوا مش عربي نعم منطقة نعم والهودي عربين اللغة العربية هي الأكاشيك ريكوردز لغة منزلة عملنا لغة إسبرانتو لا بدنا العربي كلنا هلا عم بيتعلموا عربي برا علماء كبار عم بيحكوا عن كتاب معين الدين الشستي هالحرف شو فيه عيدي 666 عيدي 666 عيدي لا إله إلا الله محمد رسول الله 7 بسم الله الرحمن الرحيم ليش 7 ليش هيك فإذن هالأعداد نحن مش عدد remember you are not a number remember you are a member نحن عدة مش عدد مدارس كلها هلأ عم بتعلم هيك كلنا بدنا نتعلم وبدنا نفهم ونشيل هالشنطة عن ظهر الأولاد أنا ما فيني شوف أولاد معاطين أبدا هيدا ضعف بحملهم وهيك هودي معاطين أتمنى زكي هالطفل الجني بإيش مرض أمه يلي بالرحم وبيطلع لبرا وهي بتحبه عندك 3 أولاد مين بتحبي أكثر شيء المريض تيشفه غايب تيحمل نعم كل 3 دول هيدا طيب بعدين كلنا يوم خلص كل المدارس عرفي انه في لغة كونية وهاللغة الكونية هلا كتبوا القرآن الكريم مثل جبل آلي ويعطوا بالعربي علي بيحطوا جبل آلي هيدا تحت 7 سنين بحطوا يجمع القرآن الكريم فوق القرآن فوق 7 عم يقروا عربي بيقروها بالحرف الإنجليزي حتى اللي ما بيعرف الرجال الكبير وهيك بيقراها بالإنجليزي بيقول ما بعرف يا جدو بحس شي هيك قوي ولد صغير شاف رجال كبير عم يبكي تفلت ايد امه وراح قعد حده واجا
قلت له شو اعمل؟ ولا ماشي بتركته يبكي. ولد صغير سأل جده: جدي جدي ليش هالشجرة خضرة؟ قال له: لأنها خضرة. قال له: أنا هيك كمان فكرت. وبنت صغيرة قالت له: لبيا فلت إيدك وفلت إيدي، نحن هلأ بقى نطلع على الجبل، أنا إيدي صغيرة، إذا بتحط إيدك بإيدي فلت إيدي أنا وقوم أنت بتوقع، أنت إيدك كبيرة وأنا إيدي صغيرة، مسك لي إيدي وهيك أنا بطلع مع جبال الهيمالايا. ما بتصدقوا إذا ما رحت وشفته، شوفي علم وفهم بالهند. إذا اشتدت عليكم المحن وين العلم؟ من 50,000 سنة قال الحبيب. هلا العلماء برا لهن صادقين للعلم الميكروبيوتي بيحكوا حي خ بالالماني خ عين ا زين الله زين الصوفيه. فاذا اليوم بدنا نعرف كيف نحكي ونسمع. اعطانا دانتين تيتا وتم وشفاف رق الفنجان تنسمع اكثر ما نحكي، وعطانا ثياب قليل كثير ما زالوا ما توصى لا بدي غسله. كيف عاشوا الخلفاء؟ صرنا حلفاء حليف نجيبه. نرجع نتذكر وتنفعنا الذكرى. نعم كلنا للوطن، ما في وطن، في بطن وتحت البطن. كلنا للجيب، نعم نصرفون مش على الجنوب. انتبهوا نحن كلنا عائلة واحدة، يا مدد ويا أبد ويا صمد. كن عظيما ودودا قبل أن تصبح عظاما ودودا. سير حولي.